حسين بيه؟ كاميليا هانم مختفية من الصبح. أنا فاكرها في أوضتها. لأ، نزلت وما قالتش رايحة فين، وجالها أكتر من 10 مكالمات في التليفون. من مين؟ المقدم خالد نوح بيدور عليها هو كمان، وأنا مش عارفة أبلغها إزاي. وصلت لإيه؟ أنا بعترف يا فندم إن فهم باشا السيوفي ساب لي ثروة كبيرة قوي متسيلة في جنيهات دهب، وأنا خدتها بإيدي وخبيتها في البلد عند ابن عمي في الفيوم. وبعدين ناس كتير كانت بتطاردني وبتسألني، وأنا كنت بنكر. لما رجعت البلد علشان أطمن على الأمانة، لقيت ابن عمي عويس طمعان هو كمان. تخيل يا فندم. معقول؟ هو في كده؟ وهو دفع الثمن حياته كلها. الدهب كان مدفون في الأرض الزراعية بتاعت ابن عمي، محدش يعرف مكانه غيري أنا بس. ولسه مدفون؟ لا، زمانهم خدوه. عزة الدرويش اللي كان مسافر معاك البلد من كام يوم؟ عزة الدرويش. برافو برافو يا سيد ممدوح. احنا كلنا بنغلط، والغلط مش نهاية العالم، فيه دايما فرصة. فرصة للتكفير وللغفران. صحيح. بص بقى، أنا عايزك تكتب كل الكلام اللي أنت قلته هنا وتفضي عليه بخط إيدك. حاضر. أنا مبسوط منك جدا يا سيد ممدوح.